يعمل ثلاثة نقاط مع نادي في تنقل ملعب رأس هبوها قريبة. اليوم كنت متخوف أكثر حاجة بصراحة من الصف نتاع المقابلات، خاطر شهرين البطولة كانت متوقفة، مقابلات ودية ما تعطيش الفالير الصحيح نتاع اللاعبين. اليوم أكثر حاجة كنت نبهنا عليها الأولاد هي باش تحكي على الماتش هو لونطاب نتاع لونطاب دي ماتش. صحيح خدينا 25 مينوت يجي براتيكمون الولاد متحكمين في النسق نتاع اللعب، بلوك كومباتيت الناس تروا كومبارتمون قراب لبعضهم، لقينا طريقة اللعب نتاعنا. لكن في 20 مينوت الأخرانية شفنا شو الدور دخلنا في الجي ديريكت وين ما لقيناش اللي ريتير باش نوصلوا للمرمى نتاع الفريق المنافس. ديزيام توس صلحنا لازم السلاحة سيبتو في وسط الميدان، جونا الفرص جونا لباليريكي سجلنا هدف في وقت باهي. بصراحة راضي على أداء نتاع الفريق وأكيد ثلاثة نقاط يخلونا نخدموا، ثلاثة نقاط أكيد يخلونا نخدموا في باقي المشوار بأكثر أريحية. وأكيد ليزوبجيكتيف نتاع الاتحاد الميداني من أول الموسم واضحة. اليوم يمكن ليزوبجيكتيف مش باش تتحول على خاطر من ثلاثة نقاط، من ثلاثة نقاط باش يخلونا نحضروا مرحلة الإياب في أكثر أريحية إن شاء الله. أكيد اليوم رضيت الملعب صراحة تخليك تلعب كرة على القاعة لوطا، لكن رضيت ملعب اليوم بالعكس هي عاونتنا زوز، لكن اللي كنا متخوفين منها الفرق الزوز هو النادي الإفريقي كان لعب زوز مقابلات قبلنا رسميين، لكن ما كانش فما بصراحة كان سقط كبير، كان فما برشا ديالات برشا في وسط الميدان. أكثر حاجة اللي عمل الفارق هو اللي احنا خدينا الديال نتاعنا في وسط الملعب. صحيح راحة مطولة شوية، لكن اليوم باش براتيكمون باش نلعبوا شخصي من دي ماتش خميس حد نلعبوا دي ماتش معناها ريتم باش يكون اكسيليري. اكيد عملنا الانتدابات اللي لازمها تكون موجوده، خاطر لازم يكون اليوم انفكتيف ريش باش تكون الفريق خاطر عنده زوج كيف باش يمشي مرحله التتويج وباش ياخذ نقاط الحوافز. اكيد عملنا الانتدابات اللي تكون لازمها اللازمه، واليوم الفريق ان شاء الله عندنا الانفكتيف نجموا يجيروا به النسق نتاع المقابلات اللي هو صحيح نسق صعيب شويه باش تكون بعد راحه مطوله نتاع شهرين باش نلعبوا سته وبها سبعه مقابلات، لكن الفوفيرا بالظروف الموجوده بالكالندري الموجود.